الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في Motion Graphic Diploma 2. تقريبا ده الكورس اوفر فيو أو الفيديو التحضيري عن المحتوى للكورس اللي احنا هنعمله. عامة أول حاجة أحب أرحب بكل الناس اللي كانت معانا اوريدي في الدبلومة الأولانية، وطبعا برحب بالناس اللي هتنضم إلينا جديد. إن شاء الله يكون حاجة مفيدة ليكم، وربنا يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. بداية أنا أحب أعرف الناس على نفسي كده بسرعة. أنا اسمي حسام الدين مصطفى، مهندس طيران، شغال كـ 3D فريلانسر، وشغال موشن جرافيك أرتست، بالإضافة لشوية حاجات تانية زي جيم أسيتس، بخش في الجيم ديزاين، تقريبا شغال من 2012، بقالي دلوقتي مقرب 5 سنين في المجال دوت. الحمد لله ربنا وفقني وقدرت أحصل على شوية سيرتيفيكيشنز يعني مفيدة بالنسبة لي، مفيدة يعني في المجال أو كسي في. بالنسبة للسي في بتاعي أنا حاصل على 3D Studio Max Certified Professional، وحاصل على Certified برضو Professional Adobe After Effects. كنت اخدت الامتحان، وكان في حد كان بيسألني عن الامتحان افتر افكت، هبقى اتكلم عليه لو حد عايز ياخد الشهادة. طبعا انا واخدها 2013. برضو سيرتيفايد سوليد ووركس، دي حاجة تصميم برضو ميكانيكي 3D، بس معتمد على التصميم الصناعي شوية للناس اللي بتصمم مكنة والحاجات اللي بتنتج. واخر حاجه مؤخرا الحمد لله حصلت على بروجكت مانجمنت بروفيشنال، اللي هي محترف اداره اعمال او مدير مشروع. عامه خلينا نتكلم بسرعه كده عن الكورس كاركترستيك او مواصفات الكورس دوت، ايه اللي يفرقه عن موشن دبلومه واحد. موشن دبلومه واحد اللي كان يشوفها هيلاقي ان المحاضرات عامه طويله. هنا المره دي حبيت تكون المده قصيره، تكون على شكل سيريز، يعني يكون مثلا مش محدد لها عدد معين من المحاضرات. يعني هو مش كورس انت مجبور شهر اتنين، هو عامة بيبقى معتمد على ان احنا هننزل الموضوع في التاني في التالت، على قد ما يكون في تفاعلية او اسئلة هنبتدي مع بعض نحط المحاضرة الجاية المفروض نشرح ايه وايه قبل ايه. دوت طبيعي بيعتمد على المشاركة. الكورس دوت ما نقدرش نقول ان هو هيناقش افتر افكت او هيناقش الموشن جرافيك دبلومه من الصفر. هو هيعتمد ان انت اوريدي 4 سنين كانت الدبلومه اللي فاتت. طبعا 4 سنين في ناس كتيره جدا خلاص، يعني ما شاء الله كتكنيكال وايز او كافتر افكت هم شاطرين جدا، فمش محتاج. فالكورس دوت هيكون معتمد او هيكون متمحور حوالين ان انت عارف تشتغل افتر افكت، بس المفروض ان 5 سنين من الخبره هنقلهم لك في حاجه قصيره كده، بحيث اوريك حتى اسلوبي انا في الشغل ازاي. زي ما قلت طبعا ان الكورس او اول المحاضرات دي معتمده على الريكوست، لو حد عنده اسئله في حاجه او غيره. طبيعي هنشرح الريل بروجكت ستيبس، ازاي حقيقي بيمشي في مشروع حقيقي. يعني لو مشروع انت هتشتغله فريلانسر، او مشروع جالك، او حد عمل لك بروبوزل قدمك ان انت تعمل مشروع دوت، هوريكوا من وجهة نظري انا او حقيقي، عشان طبعا في اختلاف في الاراء وكل البشر خطائين. فاكيد انا بمشي بتكنيك معين، لو حد عنده اسلوب تاني احسن او حاجة يقدر يقول لي، واكيد المنفعة متبادلة ليا وليكم. بالنسبة لتوقيت توقيت المحاضرات، توقيت المحاضرات هيكون ويكلي بيزز، يعني كل أسبوع هنتفق عليهم جمعة سبت حد. طبعا دي بتعتمد على المحاضرات، طول المحاضرة وعلى مدتها. طبعا عامة أنا ما بستخدمش، يعني المحاضرة مش هيبقى فيديو قد ما هي محاضرة، زي يعني شوية أكاديميك، الموضوع شوية أكاديمي شوية. فهنشوف يوم معين نتفق عليه وهبتدي ننزل المحاضرات دي، احطه في الاسكادول ونبتدي ننزل المحاضرات في نفس اليوم. بالنسبة للمحاضرة او بالنسبة للكورس، الكورس هيكون بيعتمد على حاجات يعني انا شايف ان الناس ما غطتهاش كويس. يعني كل الناس غطت الافتر افكت والتولز ومش عارف ايه وخلاص، يعني اوريدي الموضوع ده يعني كفر بما فيه الكفاية جدا للناس. الموضوع هيعتمد على ان احنا سكريبتات معينه، ايه اشهر السكريبتات للافتر افكت،
اللي المفروض نستخدمها او مش المفروض نستخدمها. يعني انا بفضل نستخدمها هي البلجنز اللي محدش شرحها وعليها مثلا كلام كتير. ميجور توبكس نبتدي نخش في مواضيع بعمق شويه، يعني نبتدي ايه اللي يخليني اشتغل مثلا سي سي 18 ما اشتغلش 15؟ ليه اشتغل بس افتر افكت؟ هل في برنامج تاني ممكن يساعدني والافتر افكت يعمل حاجه تانيه؟ انا بس مش عايز افضل اقول افتر افكت افتر افكت، عشان الكورس مش على افتر افكت. هو عامه احنا بنتكلم موشن جرافيك، فالموشن جرافيك مش شرط افتر افكت بس. دي نقطه حبيت اوضحها دلوقتي. طبعا يعني في ناس شغاله مايا موشن جرافيك، في ناس شغاله ماكس موشن جرافيك، في ناس شغاله بريمير، في نيوك وغيره، في كورسات كتيره جدا. فعامه هنحاول بس نغطي الحاجات المهمه يعني المواضيع التوبكس المهمه اللي منها تقدر تطور بيها شغلك. مش هنقول تتعلمها، انما هي تطور بيها شغلك، هي نظره على حاجه جديده ممكن، او حاجه انت ممكن تكون عارفها بس هنشوفها مع بعض. بالنسبه للكورس كونتنت، طبعا للناس اللي بادئه معانا او الناس اللي ما شافتش دبلومه واحد، عامه هو اللينك بتاع الدبلومه انا حطيته تحت في الديسكريبشن. لو الفيديو ده انت بتتفرج عليه على اليوتيوب، لو بتتفرج عليه على الموشن على الجروب بتاعنا حطيته في ال هحطه في الكومنتس تحت الفيديو. بالنسبه برضو للناس اللي مش مشتركه معانا في الجروب وعايزه تشترك، طبعا ده يزيدنا شرف، هحط لينك الجروب بتاعنا. عامة أول ثلاثة ليكتشر أنا اتعمدت إن أخلي أول ثلاث محاضرات بعيدا تماما عن إن أنت عارف أفتر إفكت أو ما تعرفوش، إن أنت تعرف موشن جرافيك دبلومة أو لأ. هما الثلاثة دول أول ثلاث محاضرات عامة أنا بستخدمهم في كل حاجة، في ال 3D، في الموشن جرافيك، في الجيم أسيتس أو الجيم ديزاين وغيره، إن هو الحاجات دي عامة متعارف عليها. ففي المحاضرة الأولى مثلا هنتكلم عن البروجكت لايف سايكل. يعني البروجكت، طبعا كلمة بروجكت دي هنشرح بالتفصيل يعني ايه كلمة بروجكت وليه بقول عليه بروجكت او غيره. هنبتدي نتكلم عن حاجة اسمها كاستمر بريف للناس اللي عايزة تشتغل فريلانسر. هنتكلم عن جاذرينج انفورميشن، ازاي تجمع معلومات، وطبعا هديك شوية بي دي افات انا بستخدمها حقيقي في الشغل. وعليها تقدر تستيميت ذا بادجت، تستيميت البادجت، وهنا اقصد لو انت شغال فريلانسر تقدر تحط قد ايه فلوس لتعبك ده، يعني ايه اللي اتحاسب عليه العميل، ايه اللي ما تحاسبوش، ده هنخش فيها بالتفصيل. في المحاضرة اللي بعدها هنتكلم عن planning stage، المراحل. طبعا كلنا عارفين ان اي مشروع، اي فيديو او اي motion graphic videos اصلا بيمر بثلاث مراحل بنسميهم pre production وال production وال post production. دي هنتكلم عليهم بالتفصيل، ايه اللي تعمله، ازاي تكولكت الريفرنسز وتعمل حاجة اسمها references board، ازاي تعمل mind mapping brain storming اللي هو حاجة بنسميها ازاي تعمل خرائط العقل، وازاي تزود الانسبيريشن عندك حتى من قبل ما تشتغل افتر افكت او تشتغل اي برنامج تاني. عامه ازاي بنعملها، طبعا هنتكلم برضو عن الستوري بوردنج. والستوري بوردنج دي عامه يعني الحاجه بنسميها الستوري تيلينج، ازاي ان لو كان حتى صوره عندك توصف اللي عايز تقوله، يعني الحاجه دي في مكانها دوت، ليه بنحط الحاجه هنا، ليه بتاخد الموشن دي مثلا، ليه بتاخد الحركه دي. دي طبعا بتعتمد على الستوري بوردنج. طبعا في الستوري بوردنج هنا دي يعني عامه اتمنى ان شاء الله ان الاقي مشاركه عاليه. هنبتدي مع بعض نختار مشروع كلنا ونبتدي كلنا نشتغل عليه كجروب واحد، وان شاء الله لو المشروع دوت ان شاء الله يطلع كويس وكلنا نضيفه في البورتفوليو انا وانتو، ونعمله كمالتيبل يوزرز او كمالتيبل كرييتورز لو احنا مثلا بنعمله على بيهانس او غيره. طبعا اي حد هيشارك هنعمل له كريدت، كريدت مش فلوس قصدي، يعني كريدت ان انت اسمك متضاف في المشروع ده. المحاضره الثالثه هنتكلم بقى عن حاجه يمكن ما غطيتهاش في الجزء الاول من موشن جرافيك دبلومه، هي الفونتس والكالرز. هنا هنتكلم في فونتس، معظم الناس كتيره بتكلمني يعمل اعلان والخطين دول، فمثلا اقول له لا والله غير الخطوط، طب اعمل ايه، طب ايه هما الخطين. هنتكلم عن حاجه بنسميها الفونتس اناتومي، تشريح الخط والخطوط اللي بتركب مع بعض، ايه احسن 30 خط بيركبوا مع بعض عشان ما تقعدش تدور عليهم، ايه المواقع اللي نجيب منها خطوط مجانا، امتى بتختار الخط، وكل خط دوت بيعبر عن ايه، وحاجه بنسميها كاستمر ايموشنز، مشاعر الكاستمر. يعني ما ينفعش تحط خط فيلم رعب على مثلا على اعلان لبامبرز اطفال. يعني
بنفس المبدأ دوت هنتنقل للكالرز. طبعا الكالرز موضوع كبير عامة، الجزئين دول الناس اللي في فنون جميلة، أو عامة الكالرز بالذات الناس اللي في فنون جميلة عندها دراية كافية بموضوع الكالرز، دايرة الألوان وغيره، والألوان المتقابلة والهوموجينيوس والكومبلمنتري كالرز. هنبتدي نشرح الألوان دي بالظبط، ايه الألوان المفروض تستخدمها في الديزاين عشان توصل الفكرة، وازاي بيتعمل، وهنعمل ازاي كالر باليت والكلام ده. فعامة زي ما سمعت كده، ان طبيعي ان اول 3 محاضرات معتمدين على حاجات يعني تقريبا مش جوه الافطر، يعني انت مش هتفتح الافطر. فدي بشوفها نقطة مهمة، ازاي تعمل. طبعا في المحاضرة دي هنتكلم عن حاجة اسمها فولدر ستراكشر، يمكن حاجة من اسمها كده، ازاي تقسم فولدراتك. طبعا الاسم يعني ممكن يكون بسيط، بس حقيقي الحاجات دي يمكن بعد 5 سنين من دلوقتي اكتشفت ان الحاجات دي يعني لو ما اهتمتش بيهم مش هتوصل لعمل قوي. ممكن يكون العمل بسيط جدا، يعني ما تقعدش اكتر من ساعة على افتر افكت او على بريمير او على 3 دي ستوديو او غيره، يعني اي باكج من الباكجز اللي موجوده دلوقتي، ويجيب فيوز عاليه او يجيب مبلغ كويس ليك وبتاع. اتمنى ان شاء الله يكون الكورس كونتنت تقريبا كده وصل. طبعا انا ما جبتش بقيه المحاضرات لان هستنى الريفيوز بتاعتكم على الكورس كونتنت ده، لو حد شايف ان هو لا مش عايزين نبتدي بيها ناخرها او غيره. وان شاء الله يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتنا حسناتكم. ان شاء الله هستناكم. اللي عايز يكتب لي كومنتس على اليوتيوب في حاجه معينه هرد عليه، اللي عايز يكتب لي على الجروب ان شاء الله برضه هرد عليه، وان شاء الله بالتوفيق لينا وليكم.